طيب كان عندنا مباراة كمان مع سيدات الكرة الطائرة، نادي الصيد المصري اللي كان رئيس نادي الصيد المهندس غراب اللي كان معانا في حلقة من الحلقات السابقة واتكلمنا مع عن فريق السيدات للكرة الطائرة، كان عندنا مباراة معاهم ومباراة مهمة جدا، والحمد لله النادي الأهلي استطاع انه يفوز 3-2. ودايما مباراتنا مع نادي الصيد بتبقى مباراة تشهد ندية، يعني السيدات دي أول مباراة السنة دي تخلص 3-2 مع فريق نادي الصيد. نادي الصيد بالرغم من خروج لاعبات كتيرة جدا منه سواء لجامعات أو لفرق تانية، ولكن يبقى نادي الصيد نادي الصيد المصري في هذه اللعبة. زي ما قال المهندس عبد الله غراب رئيس النادي، قال ان اللعبه دي بتحظى بمكانه في اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الصيد. طيب فاز على فريق الصيد في الجوله الثانيه، دي الجوله الثالثه، انا اسف، الجوله الثالثه في الدور الترتيبي من الدوري الموسم اللي احنا فيه ده. بالنسبه للسيدات طبعا كابتن حمدي الصافي هو المدير الفني. الفرقه الجوله الاولى والثانيه كانت نادي الشمس وسموحه، وفزنا عليهم على الترتيب. فرقتنا تلعب الماتش الجاي مع نادي سبورتنج اسكندري. خلاص الماتشات السهله راحت، كل الماتشات اللي جايه صعبه. فرقتنا كانت فازت بكاس السوبر المحلي بعد فوزها على نادي الصيد بنتيجه 3-0، وبعد كده حصل على راحه، وبعد كده استهدفوا الدوري، وبعد كده تاهل المرحله اللي احنا فيها، الاهلي الشمس الزمالك سبورتنج الصيد وادي دجله الزهور سموحه. المرحله دي بتتلعب بنظام دوري من دور واحد، بعد كده هياخدوا اربع فرق تطلع تلعب على دوري او نهائي الدوري. دوري صعب، انا اسف، هيبقى في ادوار اقصائيه، صح؟ ده انا اسف، ادوار اقصائيه من الاول للثامن، هيطلع منهم اربعه، يعني دور هيطلع منهم اربعه، الاربعه دول قبل النهائي وبعد كده نهائي. رجال وسيدات هيبقى كده، ادوار اقصائيه بيست اوف 3. تمام. فطبعا الفريق ده يعني عنده ماتشات جامده، عنده امور يعني بشكل يعني صعب الفتره الجايه فنيا، خاصه بطوله افريقيا تحددت ميعادها، وايضا بطوله الدوري والكاس، يعني عندنا يعني امور يعني فنيه صعبه، بس سكواد كويس. وفريق الزمالك الحقيقه السنه دي برضه داخل بقوه، يعني في منافسه كبيره جدا جدا.